أختي، اليوم راح نعطيك واحد الخمس مشاريع اللي راح تقدري تحققي بهم أرباح خيالية، يعني كتر مشعل راسك وقادرة تعيشي حياة مريحة جدا وفي رفاهية كبيرة. واللي يشوفك يسقسيك يقولك كيفاش حتى قدرتي وصلتي درتي هاد الشي، ما يسقسوكش باسكو في هذيك الحالة تكوني انتي فوق الفوق الفوق، يقولوا هما حايرين يقولوا فلانة كيفاش حتى تعمرت عليها هكذا. هاد الصوالح سهلين بزاف بزاف، ما يحتاجوا منك غير تليفون والواي فاي بيان سور الانترنت. واش ديري، هما خمس مشاريع بسيطه، الا احترفتي وحده فيهم راكي صوفيتي روحك وصوفيتي الجيل السابع منك، يعني الناس السابع تاعك. وما تقولوش هاد الصوالح حنا ما نقدروش نديروهم، باسكو كامل تقدروا ديروهم، فقط حاجه تاع اراده وشويه احتراف وتبداي تتعلمي كلش، باسكو الخدمه في الهاتف والواي فاي كلش بسيط وكلش سهل باذن الله. بون، حاجه الاولى، المشروع الاول حنقول لكم عليه هو التداول. التداول راه درك هو اقوى حاجه مدره للاموال والارباح حاليا، يعني الثروه الكبيره الضخمه الطائله راهي في التداول، راهي في سوق العملات الرقميه، البيتكوين، الايثريوم، بزاف عملات هاك معروفين، في منصات رقميه كيما الكريبتو ولا باينانس، هادو زوج المعروفين واللي موثوقين يعني، وفيهم ثروة ربحية طائلة. ولا كاش مخسرتي دراهمك ولا بون، ماشي ديري كود فو ولا وتخسري دراهمك تقولي نرجعهم، لا الا خسرتي دراهمك يعني الا كانش ما داروا لكم عملية احتيال ولا، هادو يردوا لكم دراهمكم. هذا من على 3 سنين ولا 4 سنين هذا التداول، وشفاو عليه يولي هو ديجا دوك راهو اهم نقطه، يعني غير الناس ما يشفاو يقتلوا برك، يعني غير حنا الدول المتخلفه ما نش لاحقين له، منو من كاع الناس راهي تداول كاملين، كاع موظف غير موظف، رب اسره صغير يقرا في الجامعه، كاملين كاع الناس راهي تداول. اذا انا ننصحك بشده تبداي تقراي عليه وتبحثي عليه وتسيي تخدمي فيه، يعطوكم فرصه في الاول تخدموا غير هكذا، يعني تخدموا بحساب وهمي ما تخسريش فيه الدراهم، ومن بعد تشوفي لا كاباسيتي تاعك، تشوفي القدرات تاعك. الا كنتي عارفه روحك تقدري تنشحي في هذا المجال غير بداي فيه وما تراطيش وما تستني حتى واحد، والا ما كنتيش قادره تبداي فيه الوغ نجوزوا للمشروع الثاني. المشروع الزوج هو مشاريع السوشيال ميديا. هاد الناس اللي راكم تشوفوا فيهم في السوشيال ميديا وراكم تشوفوا فيهم لاعبين هاي فتحوا في رواحهم وكاع، هادوك راهم رابحين صوالحهم وراهم دايرين ثروه نتوما ما تخيلوهاش في رسانكم، راهي مسهلت لهم حياتهم لابعد درجه. شتو هذاك النهار نتوما اللي راكم تسافروا فيه وتعانوا فيه مع الشقة تاع الحياه والوظيفه والولاد والدار والجيران والخضره والمصروف وكاع، هما هاد الهم هذا راه منسي عندهم، ممحي اوبلي صاي، دخلوا في مرحله تاع ضروريات كومبلي راهم حقينها، خاصتهم حاجه تاع كماليات، يعني يكسبوا دوك الواطا الفخمه، الديار الفيلات الفخمه ايتترا. دونك واليوم تقعدوا تضيعوا في وقتكم وتتبعوا فيهم وتتنمروا عليهم اونتر بارونتيز، باسكو حنا الشعب تاعنا يعرف غير يتنمر، ما على بالوش بلا يزيد في المشاهدات وكذا. المهم واليوم تضيعوا وقتكم هكا تتبعوا فيهم وحايرين فيهم وديروا عليهم في ليستاتي، دونك روحوا الوقت تاعكم هذاك الضايع وفروه وديروا حاجه تنفعكم. دونك كيما قلت لكم استثمروا الوقت تاعكم ما تضيعوش، وكونوا منفتحين للتطور. على حنا الحاجه كي تجي جديده ويكون فيها الدراهم وفيها فرصه عظيمه باش الانسان يبدل الواقع المر تاعو، يخرج من الفقر والميزيريه اللي راه فيه ويتجه للثراء ويولي لبس عليه يصوفي روحو ويصوفي عائلتو، صوفي والديك، والديك مساكن راهم كبار ممكن عانا وشقاو. دونك الربح من الانترنت راه ساهل بزاف بزاف، وليو تسهلي له حياته هذاك باباك ولا يماك مساكن دوك الشقا، وليو تداويهم مليح، وليو توكليهم مليح، تشربيهم مليح، تعيشيهم على كبرهم معيشه مليحه، تزيدي تغبنيهم يبقاو مساكين حاصلين فيك في مصروفك في كرشك في لبستك في كلش، على تبقاي كي العاله عليهم كيما هاك، وما تروحيش تواكبي عصرك وتعيشي عصرك. عصرك هو عصر السوشيال ميديا، لازم تتقبلوا هذا الشيء، لازم تديري فيه مهنه حرفه. سيدي ما توريش روحك انت وما توريش وجهك ولا طاي وشعرك ايتترا، مي كاش خدمه راكي تخدمي فيها، كاش صنعه تاع يدين، كاش حرفه، كاش موهبه، وريها وخدمي، بيعي وشري فوالا. ودوك نجيكم
بون السوشيال ميديا ديرو كونت في الانستغرام ولا تيك توك، هادو زوج اللي راهم توندونس وفيهم الدراهم بزاف. ولا ديري يا سيدي قناه في اليوتيوب، اليوتيوب مهما كان تقدري تحطي فيديو ديري فيه مثلا روتين اشغال وصفه، مع الاستمرار والصبر هو توجور كي تبداو في بروجي استناو له 6 شهور الا ما شفتوش الثمار تاعو زعما معتبره كيما نقولوا، هذاك الوقت يا ديسيدو تكملوا خاطر ما تعرفوا في اي وقت تنقلب الموازين وتطلعوا وتقولوا كيما ام والد وعلاش لا. ولا ما شفتي روحك لا كي غضيعي في وقتك وما فيهاش باسكو هي لاشين يوتيوب صحيح مليحه بصح ثاني التعب، الوغ شوفي حل، ديري حل، بدلي طريقتك، بدلي الحاجه للمحتوى اللي كتقدمي فيه، تجددي فوالا. الوغ لا النصيحه اللي نعطيها لك حبيبتي، حاولي وخدمي وجربي، ماشي ما تجربيش وتقعدي تشوفي الفلانه نجحت في حياتها وراهي تدير في الاعلانات وراهي فوالا وراهي حاكمت لها وحلت مركز وما شاء الله راهي تلعب بالدراهم وراهي، بس كنتي تاني قادره ديري كيما هي ولا اكثر. الوغ لا بدل ما تفوتيها في الحسد والحساب تبداي تحسبي للناس، الناس تكسب وانتي تحسبي، وروحي عندي قالك كون عنود ولا تكون حسود، وهذه حاجة يعني هذا هو الواقع، هو هذا السوشيال ميديا رايح يفرض روحه، هو راه فرض روحه ديجا، غير الناس هذيك اللي ما تقبلتش مساكين وكاع هادو كيتسماو درك الايلين للزوال، يجي نهار انت تفناي وتكملي ويجي جيل كامل يمشي ويدور غير السوشيال ميديا، هذا لا ماناش فيها درك. الوغ السوشيال ميديا راه واد تاع ذهب، بروفيتو فيه وصوروا منه دريهمات، صوفيو بها حياتكم وحياة حبابكم وعيشوا انتم تاني حياة الرفاهية وحياة مسقمة على رواحكم فوالا. هادي هذا البروجي الزوج. الوغ نروحوا البروجي الثالث، البروجي الثالث هو التجارة الإلكترونية. إذا كان عندك شوية زعما نقولوا تاع راس مال ولا حاجة خفيفة، راس تاع مال نقولوا حنايا 5 ملايين ولا 6 ملايين، غامري روحي شري به سلعة تعرفي ديك السلعة تمشي لك ولا حاجة دومين احترفيه زعما كوسميتيك ولا ماعن ولا لبسة ولا أدوات مدرسية، واكبي الوقت ولا جيبي طابليات ولا جيبي فوالا البنات صغار كراطيب اتسيتيرا، وبيعي بشوية، بيعي بشوية وراكي تصوري في الفايدة وكي تشوفي في روحك وتحترفي في المجال، وديري كونت افيشي فيه السلعة تاعك قالها انا جبت اليوم لبنات ارواحو مرحبا، ودي فوا ديري لايف هكذا تكسبي زبائن خاصين بك انتيا يولو يجو يشرو عليك يولو توجور يسقسو على خدمتك، يسقسو كاش سلعة جديدة، يسقسو فوالا يدوموندو منك تجيب لهم صوالح. الوغ راه كلش الله يبارك دوك متوفر، روحي للعلمة سلعي قلعي حلي الحانوت تاعك وبيعي وربحي وعيشي. التجارة توجور قالك الرسول صلى الله عليه وسلم 9 أشهر الرزق راهو في التجارة، اي با بداي استرزقي واش راكي تسناي. مي حاليا كيما قلت لكم تجارة إلكترونية الفو ديري كونت، الفو تافيشي السلعة تاعك وتخدمي مع شركات الشحن وكذا فوالا. نجوزو للبروجي الرابع اللي هو التصميم. إذا كنتي محترفة في التصميم وعندك ما شاء الله يعني أفكار وتقدري تديري هاك تصاميم مبدعة وصورتو هذا تاع اللوغو وهاد الصوالح، دوك الناس راهي قاع تخدم في أعمال خاصة بها ورايحة لماركات، مثلا هذوك لي كوسميتيك تاع التجميل، الكلينيك تاع التجميل، مثلا واحد جايب ماركة حاب يبيع، واحد حاب يسمي البوتيك تاعه، واحد حاب يسمي السلعة تاعه، واحد دار مثلا كيما واحدة دارت خمارات ولا حابة دير لوغو الاسم تاعها وكلش، الوغ راهم يدوموندو يسقسو، راهم بزاف راهم بداو يقواو الماركات، الوغ ديري لهم لوغو شباب يخلصوك مليح فيه ولا غير فيه درام كبار، وما تعرفي بالك منا تطور الحالة تولي تعاملي مع الأجانب ومع شركات كبار وتبيعي لي لوغو. الله الله ما تحقر والو، كل حاجة راهي تمشي درك، رانا في واحد الوقت كل حاجة تمشي اللي تحطيها تمشي تسهل. البروجي الخامس اللي هو شوية متعب ولكن فيه يعني الربح اللي هو المدارس الخاصة. درك رانا في واحد الوقت
دونك تولي تقدري الا كنتي قادره كيما نقولوا تقري وتوصلي المعلومه وتفهمي كاش ماده راكي متمكنه فيها مليح مليح، سورتو الا كنتي متمكنه في الرياضيات ولا الفيزياء ولا العلوم كيما راكم تشوفوا صحاب الباك، كيما راكم تشوفوا دوك الاساتذه اللي راهم يخدموا اونلاين، تقدري تخدمي اونلاين وتقري ببث مباشر ولا تحلي مدرسه خاصه بك. ودوك راهم حتى فتحوا مدارس خاصه يعيطوا للاساتذه اللي مشهورين في السوشيال ميديا وعندهم كيما نقولوا متابعين، وكيما نقولوا انت تكوني كنتي دايره شان يوتيوب ولا انستغرام ولا كنتي تقدمي دروس خاصه وكانت الناس تستفيد من عندك والطلبه يتبعوك ويحبوا شرحك ويسناوك ويسالوك ويديروا يقولوا لك ديري لنا حل التمارين اكسترا، ما في اللغات الاجنبيه الفرنسيه والانجليزيه اكسترا، هادو راهم مطلوبين بزاف بزاف والله غير تدي دراهم النار ما تاكلهمش. سواء فتحتي عندك وبديتي تقري بون، في الاول فتحي عندك وبداي تقري بشويه وديري شان يوتيوب ولا انستغرام ولا تيك توك، شيعي روحك وهكذا يا تبداي تخدمي انت عندك وديري مدرسه خاصه بك وباسمك، يا المدارس الخاصه هادو يعيطوا لك وتبداي تخدمي معاهم. زيد على ذلك الربح اللي راح تديه من لاشين يوتيوب تاعك من المتابعين ومن عدد المشاهدات ومن في البث المباشر، تقدري ديري ثاني فيه لي فري زعما واحد يخلصك شهريا عنده اشتراك، تقدري ديري بزاف عفايس يعني تقدري تدخلي بهم الدراهم من هذا الشيء. يعني انت ما شاء الله محترفه في ماده تعرفي تقري والله غير تربحي ديري من هاد الدراهم. الوغ نتمنى هاد الفيديو يكون مفيد ولو افادكم غير بحاجه قليله ولا عطاكم فكره ولا وضح لكم حاجه، ان شاء الله هاد الشيء راح يفرحني. بون ما تنساوش ديروا لي لايك وكومونتير وبارطاجوا الفيديو وابونوا في لاشين اللي ما كنتوش مابونين، وباي باي، تهلاو في رواحكم وربي يوفقكم ويوفقني ان شاء الله، دعوا لي ربي. ميرسي.